Thank you huh? Number one when My father likes to drink his coffee While he is reading a magazine Number two Do you often buy things special offer هستخدم حرف الجر هنا ايه uh, yeah. محمد oh. ايوة mm. uh, On. On. On On special I offer mean. On special offer Number three محمد when you want to buy something, you should be careful about the price. and the quality. price quality. and the quality. and the quality. number four, Yalina. i have bought some for my phones, so i can play my music more loudly. speakers. speakers. نمبر 5 يلا يا ياسمين start your morning start your morning a fresh cup of with. coffee ها huh? start Be. with start with يلا Be. يا هانا إيه من دولت is used to make hot drinks coffee machine coffee machine number seven يا كارما نعم دخلت يا شيخ. الحمد لله على السلامة يا حبيبة. حبيبة، يلا، نمبر 7 to boil water, you need a. داكي. kettle. kettle. نمبر يلا ياها، كارما. رنا ايه زان هبة؟ فاستر. فاستر زان. بقول نقط لما نور سها، can come shopping. both of them are busy. أقول إيه هنا يا لوجي.

In our area, all the clothes are the usual. The usual. A camel be Cheaper. Cheaper than Udel this week. This microwave has a 25% Camelia Mariam. Discount. Discount. It usually costs 1,000 pounds, but now it's 750 pounds. أسامة's family want to buy a TV. اسمها إيه TV يا ليني؟ Smart TV. Smart TV so that they can watch films on the، on the، أكمل من إيه من هنا يا يا لوجي. إنترنت. on the internet، on the internet. تعالوا نشوف جزئية كوركت. نمبر one يا هنا.

Number four, Lena. This red bag is many expensive than the blue one. More. <applause> اسمها more expensive than. هروح بعد كده للجزء الثاني من اليونت. نشوف مجموعة الكلمات اللي فيه ونشوف أيضاً القطع اللي معروضة في الدرس ده. مديني لوج ولوجد اللي هي لوج ان بمعنى يسجل دخول زي ما بيحصل معانا واحنا بندخل على الفيس كده لوج ان او لوجد ان مديني فيل وفيلد بمعنى هنا يملى استماره او يملى بيانات في جدول اللي هي فيل ان بلاج وبلاجد اللي هي اتصل بالكهرباء مديني تيرن اون او تيرند اون بمعنى يشغل تراديشنال خدناها كصفه قبل كده وقلنا بمعنى تقليدي turn off بمعنى يطفي وهي عكس turn on charge بمعنى يشحن password اللي هي كلمة سر handcraft اللي هي حرفة يدوية أو عمل يدوي مدين artist بمعنى فنان أو فناني بعد كده مديني assistant اللي هو أو بنقول عامل في محل email بمعنى يرسل بريد الكتروني again دروب ودروب فورم اللي هي استماره او نموذج تاون سنتر وسط البلد او وسط المدينه باسبورت جس كورنر باتري سادلي رول ستاتيو وودن كصفه بمعنى خشبي او ميد اوف وود كاربت كواليتي قلناها بمعنى جوده فيليج شيلز اللي هو الصدف او القوقع كوست بمعنى ساحل ارابيك هنا اللي هي اللغة العربية أو بنسميها عربي الجنسية ساوز جنوب ستايل اسلوب أو طريقة جولري قلنا مجوهرات ديكوريتد صفة بمعنى مزخرف أو مزين ديزاينز اللي هي رسومات أو نقوشات سوفت بمعنى لين أو طري أو ناعم فول ملون انستراكشنز اللي هي تعليمات أو أوامر وود ليزر وول جلاس ستون ميتال بلاستيك دي كلها بنسميها ماتيريالز اللي هي المواد الخام مديني بعد كده سند وسنت لوز ولوست فايند اوت وفاوند مديني تشوز وتشوز وتشوزن ميت ومت بريك بروك بروكن بالنسبه للتراكيب اللي عندي او الفعل المصحوب باسم زي دوهم ويرك لوز هنا هوم معناها ما عملش الواجب بتاعه فولو ارول بيتبع قاعده او قانون ارن ماني يكسب يكسب نقود او بنسميها يكسب قوت يومي ارن ماني معناها يكسب قوت يومي زي الشغل بتاع الناس كلها اللي بتشتغل عشان الفلوس يبقى اسمها earn ماني Have a بروبلم لديه مشكله Get information بيحصل على معلومه. جزئيه الريدنج اللي عندي الاولى بقول hello how can I help you, آية اقدر اساعدك ازاي يا آيا؟ Hi, I bought a laptop last week. انا اشتريت لاب الاسبوع اللي فات، yesterday. امبارح when I was doing my homework وانا بعمل واجباتي, it suddenly turned off. فجأة اتقفل. Now I can't log in. دلوقتي انا مش عارفه ادخل and I think I lost my work وأعتقد إن أنا آه راح مني أو ضيعت الشغل بتاعي كله. Was the computer plugged in؟ يعني هل الفيشة كانت راكبة؟ Was the computer plugged in؟ Yes, it was plugged in. I was charging the battery. أنا كنت بشحن البطارية. Did you turn on the computer again? هل شغلتيه تاني؟ Yes, but then it said my password. to login was wrong قال لي ان الباسورد اللي بتدخليها كانت غلط. وان مومنت بليز لحظه I just emailed you a form لك اف فورم اللي هي استماره to fill in عشان تكمليها وتمليها to get a new password عشان تحصلي على باسورد جديده login again with that information ادخلي تاني بالمعلومات او البيانات ديت I hope that works اتمنى انها تنفع اوكي ثانك يو ده الجزء الاول اللي بيتكلم عن مشكله في جهاز احنا اشتريناه بعد كده مديني ايجيبشن هاند كرافتس اللي هي بتسميها حرف يدويه مصريه the best quality and the prices the best quality and the prices افضل طبعا الاسعار وافضل جوده these beautiful wooden boxes can be used for jewelry. نقدر نستخدم الصناديق الخشب الجميلة دهيت for jewelry للمجاورات.they are decorated لأنها مزينة with shells بالصدف أو بالقوقع in traditional designs بتصاميم تقليدية قديمة they are made by artists يعني اللي صنعها فنانين أو رسامين near the coast بالقرب من الساحل. The leather industry اللي هي صناعة الجلود is one of the oldest in Egypt واحدة من أقدم الحرف in Egypt في مصر and our bags are the best quality يعني are of the best quality موجودة من أفضل النوعيات أو الجودة. The leather is very soft الليزر بيكون soft بمعنى طري أو لين. We sell many different types of pots بنبيع انواع مختلفة من الاواني in different colors بألوان مختلفة for your home لبيتك او بيتكم. The artist paint the pots الفنان او الرسام هنا بينت بيلونه uh, او بيدهنه البوتس الاواني ديت with traditional Arabic designs بتصاميم عربية قديمة. Egypt has a long history لمصر تاريخ طويل of making beautiful carpets بصناعة السجاد الجميل. These colorful modern carpets هذه السجادات أو السجاجيد ديت الحديثة والملونة will look amazing هتبدو مذهلة ومدهشة in any home في أي بيت. Call or email us اتصل علينا أو ابعت لنا إيميل to find out عشان تعرف وتكتشف about special offers عن العروض الخاصه بعد كده Congratulation on buying a new computer تهانينا بمناسبه شراء جهاز كمبيوتر جديد يبقى بعرف ان كلمه Congratulation او Congratulations بيجي لي بعدها حرف الجر on ثم ing Congratulation on buying a new computer Here are the instructions إليكم التعليمات أو الأوامر for how to use it عن كيفية الاستخدام: first بداية أو في الأول plug in the computer plug in the computer يعني حط الفيشة بتاع الكمبيوتر to charge the battery leave it for 3 or 4 hours عشان تشحن سيبو اترك الجهاز أو البطارية Uh, for three or four hours لمدة ثلاث أو أربع ساعات. Now turn on the computer. شغل الكمبيوتر. When the computer is ready, لما بيجهز الكمبيوتر, it will ask you to fill in some information. بيطلب منك ask you بيطلب منك fill in some information تكمل أو تملى بعض المعلومات. write your name اكتب اسمك and choose a password وكمان اختار باسورد that nobody can guess محدش يقدر يخمنها now you can log in يمكنك الدخول على جهازك to your computer and start using it start ing وتبدأ استخدامه don't forget لا تنسى To turn off your computer إنك تطفي الكمبيوتر when you aren't using it في حالة عدم استخدامه مديني بعد كده جزئية تانية موجودة عندي في الـ workbook بقول the south of Egypt is famous for famous for بمعنى مشهور ب it's beautiful كرافتس بالصناعات او الحرف اليدويه بيبول هو ليف بيبول هو ليف هير سيل كاربتس الناس اللي بتعيش هنا طبعا اللي هي ساوث ايجيبت جنوب مصر بيبيعوا الكاربتس سجاد باسكتس والسلال and colorful pots وكمان الاواني الملونه. some women in a village بعض السيدات او النساء في القريه نير أسوان، بالقرب من أسوان، also make beautiful handcrafts from the leaves of trees، من أوراق الشجر. In other parts of Egypt، في أجزاء تانية أو في أماكن تانية من مصر، people make handcrafts from wood، بيعملوا حرف يدوية أو صناعات يدوية من الخشب، and ليزر والجلد. These handcrafts are very popular، مشهورة أو محبوبة. with tourists بتكون مفضلة بالنسبة للتوريسيين والسياح and they help the Egyptians وبتساعد المصريين to earn money إنهم يكسبوا منها أموال أو قوت عيشهم بعد كده مديني قطعة بجزئية الفيديو سكريبت all ceramics is the word we use to describe pots أو vases أو bowls and tiles that are made from clay that are made from clay المصنوعة من أساسا الصلصال clay is a type of mud clay دوت هو نوع من الطين which you can use to make ceramics عشان تستخدم منه أو تصنع منه الخزف this man is using clay to make a vase الراجل اللي في الصورة ده بيستخدم الكلي لصلصال عشان يعمل فازة uh, أو زهرية We can then paint the ceramics uh, to make them both more colorful and more beautiful The ancient Egyptians made some of the earliest uh, ceramics in the world They used the clay from both the river Nile in the south of Egypt and from the city of Qena The ancient Egyptians used both kinds of clay to make some ceramics that you can still see today. This vase is almost 4,000 years old. It was made from Kena clay. Kena clay makes pots are whiter than those made from Nile clay. This vase is even older. It's Almost 5,000 years old, and it was made from clay from the Nile. Neither vase is painted. Neither vase is painted. Uh, people probably used both of these vases to carry water. This plate is from the 19th century. Uh, this plate is even older, it's from the 11th century. both plates are from Egypt and they are both painted beautifully. Egyptian ceramics are very beautiful. Do you have any at home? طبعا المفروض ده بيكون معروض معاه زي فيلم وثائقي كده بحيث انك بتتفرج على الحاجه اللي هو بيتكلم عنها. هروح بعد كده لجزئيه النوتس. مديني هنا one of the one of the ده المصطلح ده اقدر استخدم بعده الاي اس تي على طول اقدر استخدم بعده الاي اس تي as one of the tallest girls in our school or in the school fill in و fill with قلنا fill in بمعنى يملأ بيانات استمارة او يكمل بيانات جدول اما fill with بيملأ بي زي ب... بقول لك مثلا fill this bottle with water يملأ لي الاساس دي أطمعية. تمام يبقى fill with يملأ عبوات ميه اي حاجه اما في الان يملا بيانات استماره فعل وين وجين وارن فعل وين وجين وارن قلنا ارن مع كلمه ماني هي دي اللي تهمني في الدرس ارن ماني بمعنى يكسب قوت عيشه اما بالنسبه لوين بمعنى يفوز او يكسب جائزه او مباراه او مسابقه فاقدر اقول هدى وان ا ميدل مثلا تمام او he won the match أو the competition ده بالنسبة للفعل win بمعنى يفوز أو يكسب الفعل gain بمعنى يكسب برضه ولكن هنا يكسب شيء معنوي gain بمعنى يكسب شيء معنوي زي معلومة أو خبرة أو يكسب أو يزداد وزن فلو قلت he is wise he gained the match experience يعني هو حصل على أو كسب خبرة كبيرة في الحياة ده بالنسبة لوين وجين بالنسبة لارن قلت بستخدمها مع كلمة ماني بمعنى يكسب قوت عيشه بي تو وبي فور لو قلت از يوزد تو وإز يوزد فور مثلا يبقى يوزد تو بستخدم ليه ويوزد فور أيضا يستخدم ليه لي والاثنين بستخدمهم مع الثينجز عشان أعبر عن وظيفة فلو قلت يوز تو هيجي اللي بعدها مصدر اما يوز دي فور يجي بعدها يا اسم يا اي ان جي فلو قلنا a microwave is used to heat cold food هقدر استخدم نفس الجمله واقول a microwave is used for heating يبقى هنا الفرق في استخدام تو فور ان تو مصدر اما فور اي ان جي وهنا ملهاش علاقه بيوز تو اللي هي اعتاد ان بعد كده اهم التعبيرات اللي عندي في الدرس ده مديني توك تو بمعنى يتحدث الى شخص توك اباوت يتحدث عن موضوع او عن اشخاص توك اباوت جيت ان يو بيحصل على كلمه سر جديده سند ا فورم بيرسل استماره a really كول نيو فون يعني تليفون جديد جميل ووك داون ذا رود بيمشي في الطريق فيل فيري باد او فيل باد بيشعر بسوء walk بيمشي طوالي او بامتداد run around the corner بيجري حول الناصية يعني يلف من عند الزاوية او الناصية take to prison بياخد شخص ده عشان يوديه السجن يسجن يعني be made by مصنوع بواسطة وبيجي لي هنا by واسطة الشخص اللي قام بالصنع لو قلت made by Egyptians يبقى المصريين اللي صنعوه ميد باي احمد يبقى احمد اللي صنع الحاجه دي يبقى ميد باي يجي بعدها اسم الشخص اللي قام بالصنع اما لو ميد ان الدوله او المكان اللي اتصنع فيه وقلنا ميد اوف وفروم قبل كده اسم الماده الخام اللي بيتصنع منها الحاجه كم ان ميني كالرز يعني بيظهر او بتيجي بالوان مختلفه خلي بالي من ان مع كالرز عامه In traditional designs معناها فيه أو به رسومات تقليدية In different colors بألوان مختلفة حرف الجر إن مع التعبيرين الأخرى دول مديني بعد كده Make beautiful handcrafts يقوم بأعمال يدوية جميلة Be interested in اللي هي is أو are interested in وبعدها هي ING اسم لما أقول I am interested in English أو I am interested in reading sell إن ميني shops بيبيع في محلات مختلفه بي فيموس فور اللي هي از او ار فيموس فور مشهور بي popular ويز معناها مشهور لدى او محبوب لدى كذا لو قلت مثلا اللي هي بنسميها كاربتس مثلا او مودرن كاربتس ار popular ويز تورستس يعني محبوبه او مطلوبه من قبل السياح تعالوا نشوف الجزئية ده دهيت احنا قدامنا دقيقة ونص، دقيقة ونص هنكمل فيها الجزء ده، لما أقول صم ويب سايتس أسك يو تو نو إن، هقول إيه إن الأول يا هنا يوزنج يور إيميل. لوج إن. لوج إن، لوج إن، نمبر 2 يا كارما the battery is empty I need to not إت. تشارج. تشارج إت، نمبر three يا لينا دونت فورجيت تو يور كمبيوتر when you aren't using it. ترن اوف ترن اوف طبعا طالما مش بتستخدمه ترن اوف طفيه نمبر 4 يا محمد اسوان از فيمس فور ايجيبشن اي فروم ليفز تاني واحده تاني واحده عند كرافتس اللي هي حرف يدويه نمبر 5 يا ليني I just emailed you a form بعت لك استمارة to نقط إن اسمها إيه؟ لوجن <applause> لا to get a new password انت لسه هتعملي فيها حاجه عشان تحصلي على باسورد جديده uh, okay. fill in fill in مريم I lost some homework when my computer broke broke number seven يا لوجي the TV isn't working is it in charge it لا Best. Yes, me. D. The like the N. The TV isn't working, is it? The